thank you. I just feel like it. Have a good day. You too. صباح الخير استاذ كمال. صباح الخير. عجبتك الوردة؟ حلوة. بتعرفي كنت حابب جيب لك وردة المانوليا بس ما لقيتها. وردة المانوليا مزروعة بدمشق من زمان، بتعرفي مين زرعها أول مين جابها على دمشق؟ هي امرأة ارستقراطية إنجليزية، بس مين؟ كأنه اسمها ليدي جين ديجبي. يا ستي خسرتيني غدا. كنت مراهن نفسي اذا عرفتي رح اعزمك على الغدا. فشو رايك اليوم نطلع نتغدى سوا؟ بعرف انت ما بتتغدي غير سلطه وانا لازم اكل سلطه مشان اخفف وزني. اوكي حضري حالك بالظهر نطلع على الغدا سوا. اوكي. This is for you. Oh, lovely. You've never brought me flowers before. What do you want this time? What? Open it. Take these. To the most wonderful woman in London. I will never forget what you've done for me. Sammy. Kiss, kiss, kiss. Yes. Oh. Damn good. Something else? Yes. Oh, no. Sammy, you've made a mistake. It says 50,000. I only lent you 40. No, Sally, no. No, no mistake. The money is for you. But Sammy, I didn't lend it to you to make a profit. The extra money is a gift. But you need it for your new company. No, I'm doing well. You are unbelievable. It was incredible in this world to have someone like you given 40,000 pounds. In fact, I'm paying you only a small token. Sally, you are a remarkable woman. Yes. برناديت أنا كتير مبسوط لأنك جيتي معي على الغداء. أنا مبسوطة أكتر إنه لقيت مكان ولد كتير حلو على المكتب اليوم الصبح. Thank you. كلك زوب. ما في شي من قيمتك. برناديت في موضوع خاص حابب أحكيه معك. تفضل. يعني افتح لك قلبي معلش؟ احكي اللي بدك اياه. برناديت انت حاسه مشاعري تجاهك واعجابي فيكي. وانا بكمل لك كل الاحترام والتقدير. واسمحي لي هيك اقول لك ببساطه انا طالب ايدك للزواج. انا هلا ما بدي جواب على مهلك. أنا تفاجأت بهالموضوع. أنت بتعرف إنه
أنا بعدني طالعة من قصة طويلة، كتير صعب إنه أفكر بعلاقة جديدة هلأ. معك حق، أنا آسف لأني طرحت عليك الفكرة هلأ. بعرف قديش عانيتي بارتباطك بسعد، بعرف. أنا عانيت كتير بسبب هالعلاقة، كنت حاسة دايماً زي عصفور محبوس بقفص من ذهب، ناطر كل الوقت اللحظة يلي رح ينفتح فيها الباب طير واهرب. والأبشع من هيك إنه اكتشفت إنه المفتاح كان معي كل الوقت. وسعد هو اللي فتح لك الباب؟ لميس زوجته. لميس؟ كيف؟ اجت لعندي على البيت وحكيت معي بطريقة كتير قاسية. قالت لي إنه البيت عجبها كتير وإنه هي بتعتبره أجرة أتعابي عن الوقت اللي قضيته مع سعد. بهاللحظة تمنيت الأرض تنشق وتبلعني. من وقتها قررت إنه أترك البيت، أشتري هالستوديو الصغير وأبعد عن أي شيء بيتعلق بسعد. أنا هلأ كتير مبسوطة ومرتاحة وعم بتطلع لقدام. برناديت، أنا كنت أحترمك كتير وهلأ كبرتي أكتر وأكتر بنظري. أنتي مو بس طموحك كبير، أنتي إرادتك كبيرة ويمكن طموحك ما له حدود. عن جد أنتي كبيرة كتير. عادة الرجال بيخاف من المرأة القوية، منك خايف مني؟ بالعكس، أنا حابب أحط إيدي بإيدك وأحميلك طموحك. برناديت، أنا حابب أحلق أنا وياكي سوا، شو رأيك؟ فوقتني، كان بدي أسألك. إجينا عرض من جريدة بالخليج مهمة وطلبوا مني أنه أكتب لهم، شو رأيك؟ يعني ما بتحبي، بس بترجاكي ما تنسي جريدتنا لأنه هي عطتك فرصتك الأولى وخلتك نجمة بعالم الصحافة. أنا مش معقول أنسى، ورأيك كتير مهم لي. تريسي شوي، تريسي شوي. على فكرة مشان الموضوع اللي حكيت لك إياه كمان فكري على مهلك، أنا ماني مستعجل. انا مستعد نعمل لك. لا لا لا، خليكم انتم مع بعض، انا اللي هعمله بنفس المره دي. طيب تفضل. How are you doing? Daddy, انا حاسس فيك اليوم. أنت ما كان لازم تجي على الزواج. أنا حزين على أمرين ضيعتهم. أنا حزين يعني اللي ضيعت ليلى بيديها. أمك يا آدم جوهرة من الجواهر النادرة التي لا تقدر بثمن. أنا اليوم عاد عرفت قيمة أمك يا آدم. عمري ما نقدر نسامح نفسي على ضياع. أنا كذلك حزين وعندي شعور بالمرارة على الوقت اللي قضيته هنا في لندن من دون ما نحقق شيء من طموحاتي. It's okay daddy. كل شيء ممكن يتصلح. لسه في وقت قدامك. وقت؟ إيش من وقت يا آدم؟ وقت الشباب راح
وكل شيء انتهى وضاع. في نوع ذاك الشاب المليء بالحيوية والطموح اللي جا لندن باش يصبح نجم من نجوم السينما العالمية، فين بعد محاولات فاشلة في التمثيل استسلم للأمر الواقع. رغم كل شيء أحلامه طموحاته كلها في نهار تايمز واستسلم للهزيمة، ارتكب جريمة في حق نفسه وحطم طموحاته وقضى على حياته الزوجية. أنا حزين جدا يا آدم. داري، بس أنا حاسس بالتغيير اللي عملته بحياتك، وهذا الشيء ما له سهل، هذا الشيء صعب كتير وبده حدا قوي مثلك. قوي مثلك. الإرادة موجودة ولكن موضوع النسيان صعب. داري، ما في شيء صعب أبدا. شنو كنت تقصد؟ مام سامحتك من كل قلبها، وهذا أنت شي بدك إياه. مزبوط. الأتاي وصل، تفضل. شكرا، جاف وقت وعدتي. أنا الآن بقى عندي أمنية أخيرة، كنت منا نشوفكم متزوجين باش نطمئن عليكم. هشام، انت كنت فين؟ انا كنت عند ناس صحابي. ايش الشنطه على ظهرك دي؟ دي شنطه فيها كتب يعني، واخدها من اصحابي عشان اقراها. الكتب دي بتاعت الناس اللي ياهم؟ الناس ياهم ايه؟ ماما دي كتب عن تاريخ الحضاره الاسلاميه، ما فيهاش حاجه. طيب عايز حاجه قبل ما انزل؟ لا متشكر. زعلانة مني؟ أنا دهني على الباب يا هشام عشان تسألني السؤال ده. أيوة ماما، أنا عارف إن أنا كنت سبب في مشاكل كتير قوي حصلت في البيت، عشان كده نفسي تسامحيني وتدعي لي إن ربنا يغفر لي. يا حبيبي أنا بسامحك وبدعي لك على طول، ربنا يغفر لك ويهديك. سامحيني يا أمي، سامحيني. يعني على اللي انا عملته مع نوال. الطلب ده مفروض تطلبه من نوال مش مني انا. ما انا عارف، بس عارف برضو ان انت تقدري تأثري عليها وتقنعيها انها تسامحني. حاضر. عموما نوال قلبها طيبة ما بتشيلش حاجة لحد، شيل اخوها. عايز مني حاجة قبل ما انزل؟ شكرا.
يا اهلا يا اهلا. اهلا فيك. تحب تقعد هنا؟ لا انا جاي احكي مع الحاج بيمو. تاني. مرحبا يا حاج. اهلا وسهلا. تفضل اختار الترابيزة اللي تعجبك واقعد عليها. انا جاي اقعد معك على انفراد لو سمحت. يبدو ان حضرتك ما اقتنعت. انت متخيل ان التمثيليه السخيفه اللي عاملها انت والست والدتك هتخيل عليا؟ للاسف التمثيليه دي جايه متاخره قوي. متاخره 15 سنه. ايه؟ متخيل ان انا اهبل هتستعبطني؟ الظاهر ان حضرتك عندك موقف شخصي مني. هذا عقد رسمي يا حاج. إذا كنت مفكر إني أنا جاي أتحداك أنا مالي عم بتحداك أبداً. أوعى تتخيل إن أنا عامل لك حساب إنك ممكن تتحداني. أنا مفيش مخلوق في الدنيا يقدر يلوي دراعي. للأسف موقفي زي ما هو، مفيش حاجة ضيعت. News, markets, and weather. And on YouTube, Asian investors have been pushing the U.S. government's bailout plan out of that in 20 minutes' time. I'm meteorologist Bonnie Schneider. See how it's claiming the spotlight in Europe and around the world. Eye on Poland. And breakthrough filmmakers and scenes-filling stars.
to Africa. Helping people outside America see the U.S. presidential election. CNN gives you the world view. In October, stay with CNN. هشام؟ ليه مش عايز ترد؟ أكيد الست والدتك عايزة تطمن على نتيجة التمثيلية الخايبة اللي انتوا عاملينها عليها. اسمع لما أقولك، آخر كلام عندي، أنا مش موافق على جوازك من بنتي نوال طول ما أنا عايش، ويا ريت تكون فهمت. أنا كنت بتمنى يا حاج إنك توافق على زواجنا وتباركوا برغبتك وبرغبتك. على العموم أنا رح أعتبر أن الموضوع لسه ما خلص، وأنا شخصياً عندي أمل، عندي أمل بحضرتك أنك توافق. يا ريت تفكر مني بدعاء إذنك. دي نوال هي اللي بتتصل. بقول لك ايه؟ سيبك منها وما ترديش عليها. خليكي في التمارين. انا هقفل الموبايل عشان اعرف اتمرن. اوكي يلا. ما حدش بيرد ليه؟ الو، اهلين نوال. شو 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 عم تقولي؟ وينه هلا؟ اوكسفورد ستريت والتنفيذ الساعه 1. انا مش عارفه اعمل ايه. وحده الا ثلث، يا ب 20 دقيقه رح الحقه فورا.